السهري لعب غير الادوار الاولى، السهري لعب غير مع فرق النخبه، كان عنده كلش، عنده ملعب كبير الله يبارك، عنده قاعده شعبيه كبيره. ما يمكنناش باش حنا نمدوا ظهرنا لهذه المدينه ولهذا الفريق ولهذا المحبين تاع الفريق هذا. حنا حبينا عن طريق الفريق تاع اتحاد بلعباس باش المكانه تاع الاصليه تاعو ترجع. حبينا عن طريق هذا الفريق اللي يحبوه الناس، اللي عنده قاعده شعبيه 70% من المواطنين تاعنا هنا اقل من 30 سنه، حتى اكثر من 30 سنه يحبوا الفريق هذا. لكن كان هذا الشعب هذا ولا مطلب شعبي باش في التاريخ تحت بلعباس يلعب الادوار الاولى. حنا من الواجب علينا نكونوا ثاني معكم باش نحضنوا هذا الفريق، ولازم نعتبره مقارنه مع التجارب اللي فاتوا باش ان شاء الله يصعد ويكون في السكه الصحيحه، يشرف الساحه الصحيحه، ويكون ان شاء الله نموذج كما كان في السابق. فريق اللي يقول انت ان شاء الله في البطوله الجزائريه. واكررها الحمد لله، لولا انت ما رناش المرتبه اللي رانا فيها، والحمد لله راك سهر على الفريق، سهر على الولايه وعلى الفريق، والحمد لله كلشي انت ما رناش المرتبه اللي رانا فيها. ان شاء الله ونشكروكم، تستاهل اكثر من هذا الشيء. الله يسلمك، تستاهل.